السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته تلاميذ امهات وكذلك بالنسبه للاباء اللي راكم تشاهدوا فينا. اليوم باذن الله راح نديروا اختبار الفصل الثالث في ماده التربيه المدنيه لتلاميذ سنه اولى متوسط. بالنسبه لهذا النموذج ساتركه لكم جاهزه تتبعوا في صندوق الوصف على شكل PDF. اي استفسار زوروا صفحتي على الفيسبوك واتركوا لي تعليق في هذا الفيديو. فلنبدا على بركه الله. بسم الله نبدا مع التمرين الاول. ضع صحيح أو خطأ وصحح الخطأ إن وجد. الدولة هي عبارة عن رقعة جغرافية ذات حدود معلومة. يعمل رئيس الجمهورية والوزير الأول على تلبية مصالحهم الشخصية. شعار الدولة الجزائرية هو الجمهورية الجزائرية الملكية الشعبية. الجملة الأولى: الدولة هي عبارة عن رقعة جغرافية ذات حدود معلومة. هذه الجملة هي جملة صحيحة، أكتب صحيح. يعمل رئيس الجمهورية والوزير الأول على تلبية مصالحهم الشخصية. هذه الجملة هي جملة خاطئة. إذن هنا كل من الوزير الأول ورئيس الجمهورية لا يعملون على تلبية مصالحهم الشخصية، إنما يعملون على تلبية، نكتب الجواب الصحيح، تلبية مصالح المواطنين. إذن المواطنين يقومون بانتخاب رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية يحدد الوزراء، إذن وزير المالية، وزير الفلاحة، وزير الصناعة، وزير الصناعة الفلاحة إلى آخره، وزير العمل، وزير التربية أيضا. إذن يعملون كلهم على تلبية مصالح المواطنين. الجملة الرابعة: شعار الدولة الجزائرية هو الجمهورية الجزائرية الملكية الشعبية. هذه الجملة أيضا هي جملة خاطئة. أصلا الجزائر ليست نظام ملكي، بل هي نظام جمهوري، نظام جمهوري ديمقراطي. إذا شعار الدولة الجزائرية هو الجمهورية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية، الديمقراطية الشعبية. إذا كما قلنا نظامنا ليس نظاما ملكيا، بل هو نظام جمهوري ديمقراطي. هنا الشعب المواطن هو الذي يحدد الرئيس. كل 5 سنوات نقوم بانتخاب رئيس الجمهورية. التمرين الثاني: صنف الكلمات التالية. صنف الكلمات التالية: النشيد الوطني، العلم الوطني، الإسلام ديننا، الجزائر وطننا، خاتم الجمهورية، الأمازيغية أيضا لغتنا، الدينار الجزائري، العربية لغتنا. هذا الجدول فيه رموز الدولة الجزائرية وفيه هوية الدولة الجزائرية. إذن هناك كلمات تعبر عن النشيد، هناك كلمات تعبر عن الرموز الدولة الجزائرية، وهناك من تعبر عن الهوية. نبدأ بالنشيد الوطني. النشيد الوطني هو رمز الدولة الجزائرية، هو رمز من رموز الدولة الجزائرية، وكاتبه هو الشاعر مفدي زكريا. إذا كتبه بالدم أثناء تواجده في السجن. النشيد الوطني نكتبه في رموز الدولة الجزائرية، النشيد الوطني. العلم الوطني، العلم الوطني أيضا يعتبر رمز من رموز الدولة الجزائرية، لأنه يحتوي على 3 ألوان وكل لون له شعار معين. إذن وخصوصا الأحمر هو يرمز إلى دم الشهداء. الإسلام ديننا، الإسلام ديننا يعتبر هوية من هوية المواطن الجزائري. الإسلام ديننا، إذن عقيدتنا هي الإسلام، الإسلام ديننا. الجزائر وطننا، الجزائر وطننا أيضا هي من هوية الدولة الجزائرية. الجزائر وطننا، ونحن نفتخر أننا جزائريون. الجزائر وطننا. خاتم الجمهورية، خاتم الجمهورية هو رمز من رموز الدولة الجزائرية. خاتم الجمهورية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. خاتم الجمهورية. الأمازيغية لغتنا أيضا، الأمازيغية أيضا لغتنا تعتبر هوية من هويات الدولة الجزائرية. الأمازيغية إذن أيضا تعتبر لغتنا، الأمازيغية تعتبر لغتنا.
الدينار الجزائري. الدينار الجزائري هو رمز من رموز الدولة الجزائرية. الدينار الجزائري. الدينار الجزائري. إذا كل دولة لديها عملتها الخاصة. عملة الجزائر هي الدينار الجزائري. العربية لغتنا أيضا تعتبر هوية من هويات الدولة الجزائرية، فنحن عرب مسلمون، ديننا الإسلام. ننتقل الآن إلى الوضعية الإدماجية. الوضعية الإدماجية. كلف الأستاذ فوجا من التلاميذ بإنجاز بحث حول دور القضاء في المجتمع وطلبوا منك المساعدة. اكتب فقرة تبرز فيها دور القضاء في المجتمع. نبدأ أولا بالمقدمة. إذا نكتب في المقدمة، نبدأ بالمقدمة. إذا كمقدمة هنا نكتب تلعب السلطة القضائية، تلعب السلطة القضائية دورا كبيرا، دورا كبيرا وهاما في المجتمع، حيث تحقق العدالة، حيث تحقق العدالة والانسجام بين الأفراد، بين الأفراد. إذا هذه هي مقدمة هذه الوضعية الإدماجية. إذا فما هو دور القضاء هنا؟ إذا هذه كمقدمة فقط تكلمنا فيها على السلطة القضائية. الآن ما هو دور القضاء في ذلك؟ إذا ما هو دور القضاء في المجتمع؟ إذا نكتب للقضاء دور مهم، وهو النظر والبحث وإصدار الأحكام، وإصدار الأحكام في القضايا، في القضايا المعروضة، في القضايا المعروضة، واحترام القوانين وتطبيقها. إذن القضاء الجزائري يفرض على المواطن الجزائري تطبيق القوانين واحترامها. إذن يجب سن قوانين إذن في لخدمة المواطنين. إذن فمثلا نعطيه مثلا مثال، يجب أن يكون هناك قانون حول مثلا تجاوز إشارات المرور مثلا، هذا كمثال. إذن يجب أن يكون أيضا قانون يطبق مثلا على السارق إلى آخره. إذن واحترام القوانين وتطبيقها، نكتب وحماية المجتمع. أيضا يجب أن نحمي المجتمع، هذه القوانين ستحمي المجتمع بضمان حقوقه، ستضمن للشعب الجزائري، ستضمن للمواطن حقوقه، حقوقه إذن بضمان حقوقه وحرياته، إذن بضمان حقوقه وحرياته الأساسية. إذن لهذا القضاء له دور مهم في المجتمع. نكتب وكذلك أيضا بناء مجتمع متماسك أساسه العدل والمساواة، العدل والمساواة، ولا يطبق كل من العدل والمساواة إلا إذا كانت هناك قوانين يسنها القضاء الجزائري. كخاتمة نكتب إن أساس السلطة القضائية، إن أساس السلطة القضائية مبادئ الشرعية والمساواة. إذن أساس من هذا القضاء هو تحقيق حريات المواطن، وكذلك ضمان حقوقه، وكذلك تحقيق الشرعية والمساواة. وهكذا نكون قد أنهينا فيديو اليوم. سأترك لكم هذا النموذج جاهز لطباعة صندوق الوصف على شكل PDF. أي استفسار زوروا صفحتي على الفيسبوك أو اتركوا لي تعليق في هذا الفيديو. إلى فيديوهات أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.